محمود هاشم من غنايم غرب. مصر النهارده المنتخب كان كويس ومحمد صلاح كان كويس، والحمد لله ان فزنا، وان شاء الله نتمنى الخير لمنتخب مصر في كاس العالم، وخير ان شاء الله. منتخب السنغال منتخب كبير مش صغير، ومنتخب كل اللعيبه بتلعب في الدوري الانجليزي، والمباراه كانت صعبه بس الحمد لله فزنا. كنا نتمنى طبعا نفوز وبسكور اعلى من كده، بس الحمد لله في النهايه فزنا وصعدنا. انا محمود، الحمد لله النهارده يعني الاداء كان ممتاز، والمنتخب ما شاء الله يعني بيمشي بطرق خطى ثابته، وان شاء الله يعني الماتش جاي باذن الله نحتفل بالتاهل بمشيئه الله. والاداء النهارده الرجاله يعني ما شاء الله على قد المسؤوليه. طب تمنياتك ايه؟ باذن الله نصعد كاس العالم ان شاء الله. السلام عليكم، انا اسمي وكالس مدحت، والمنتخب النهارده كان منتخب كان رجاله وعمل اداء ممتاز يعتبر، ونتمنى لهم التوفيق في المباراه الجايه ان شاء الله. كل للمنتخب ان شاء الله اداء افضل ان شاء الله، ونتمنى لهم الفوز في المرحله القادمه ان شاء الله. النهارده فزنا 1-0، وان شاء الله نقدر عليهم في الماتش اللي جاي، بس الاداء كان لازم يتحسن اكثر من كده، وان شاء الله نقدر نسجل هناك ونصعد بنتيجه كويسه. ايه رايك في الاداء؟ الاداء كان كويس، بس كان لازم نضغطه اكتر وما نسيبوش النتيجه 1-0 بس كده، كان لازم نزيدوا اكتر النتيجه، عشان كده احنا موقفنا لسه ما كويسش، وممكن هناك صعب على نفسنا على الماتش اللي هناك. اسمي هاب ظريف. النهارده المنتخب الحمد لله لعب مباراه متميزه خالص النهارده، وان شاء الله باذن الله نحقق نجاح باهر ان شاء الله في مباراه الذهاب ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله نجاح مستمر باذن الله للفريق المصري باذن الله. والنهارده صراحه محمد صلاح النهارده صراحه ابدع زي ما بيبدع بره الحمد لله، يعني النتيجه كانت حلوه خالص النهارده. بتقول لي للمنتخب في بقول ان شاء الله يعني ربنا كده يسهل ان شاء الله انه يكمل المباريات اللي جايه برضه كويس، وان شاء الله يبقى في تقدم مستمر على طول معانا كده بنجاح، وان شاء الله كده ربنا يسهل ان احنا نصعد ان شاء الله معاه.